وراح نسوي طبق المقبلات اللي هو تارت الراتاتوي. الراتاتوي هو طبق فرنسي، يعتبر طبق خضار وياكلوه كطبق جانبي او حتى طبق رئيسي اذا اكلوا ويا التمن او الباستا. مكوناته مقطعتين من الطماطه مقطع الى مكعبات، قطعة من الشجر، قطعة من الباذنجان مقطع، فلفل أخضر واحد قطع كلها إلى مكعبات، بصلاية صغيرة، حفنة من أوراق المعدنوس، زيت زيتون للقلي، ثلاث ملاعق من بلسمك فينيجر الخل البلسمك، اذا ما عندكم فخل عادي بس دائما البلسمك فينيجر هو كلش طيب ويا هاي هذا الطبق. ثلاث ملاعق صغار من السكر البني، ثلاثه من الثوم مقطع، كم قطعه من طرشي الكيبر، هو طرشي يكون حبوب صغار، اذا ما عندكم فاي نوع من الطرشي تحطوه له مجرد يعطي طعم حموضه، وملح اكيد، وعجينه للتارت وطحين وبيض، البيض اللي نفرش بيها اخر شيء. اول خطوه راح نسويها راح نحط الزيت بمقلايه ونبدي أول شيء نحمص البصل والثوم. نضيف هسه البصل ورا ما شوي يتحمص الثوم. نحمص البصل زين، مجرد عملية تحميص المواد كلها، بعدين آخر شي نضيف الصلصة، وراها نحضر العجين ونسوي التارت. راح نضيف مكونات البقية، نضيف الباذنجان، ونحمصها زين. آخر شيء نضيف الشجر والطماطة. طبعا الطماطة هو أساس هذا الطبق، ذلك دائما الطماطة كميتها ضعف كمية المواد البقية. نبقى نحمص بيها، ورا ما يسوي كل المكونات راح نضيف أوراق المعدنوس وكل المكونات البقية ونشيلها من النار، نبدي وراها نحضر العجين. طبعا المكونات استوت، بس بقى نضيف المكونات البقية، نضيف المعدنوس، راح نضيف المكونات البقية، الخل، السكر،
الكيبرز والملح. نشيلها من النار بس نبقى نخلطها. هاي خلطتنا صارت جاهزة. راح نحضر العجين. بين ما يبرد هاي الصحون اللي راح نستخدمها، فأول شي بس نزيتها بالبداية. احنا طبعا هذا التارت الراتاتوي يكون بالمقلوب، يعني نحط الخليط اول شيء وبعدين نغلفها بالعجين. ولما نصبه نقلبه، يعني يصير العجين من جوا داخل الحشو. راح نجيب سكينة راح نجيب الحشو ونحطها داخل هاي الصحون. نحطها كلها للحافة، نحاول ما ناخذ هواي من المي. احنا فاتحين الفرن هسه على درجة 200 درجة مئوية، يحتاج ل 10 دقائق او الى بس الوجه يصير على لون ذهبي ونطلعها من الفرن. هاي تقريبا خلصنا. هاي من أكثر الأطباق الشعبية بفرنسا، خاصة للناس اللي ما يحبون ياكلون اللحم. هسه نبدي نغلفها بالعجين. نغلف الحافات. هاي تقريبا خلصت عندنا. وهاي خلصت بس راح ندخلها بالفرن. راح ننتظر 10 دقائق تقريبا او الى ان يصير لونه ذهبي ونطلع من الفرن. طريقة التقديم، اما تقدموها بهذا الشكل او تقلبوها. طبعا بما انه شكله كلش حلو هيجي راح ابقيه واقدمها بهالطريقه.
مثل ما قلنا دائما نطيب هذا الطبق ويا اللبن. هذا هو طبق مقبلات لهذا اليوم، تارت الراتاتوي.